السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان، تكونوا لاباس، يكون كلشي وحدك. دونك في هذه الحصة غنشوفوا لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال لا باج 44 ديال لو ليفر لونيفير فيزيك شيمي، ثالثة إعدادي من طبيعة الحال، تروازيام اني كوليج. دونك هادو هما لي زيكزارسيس ديال لا باج 44. انسويت غنشوفوا لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال لا باج 45. voilà les exercices de la page 45. جميع les exercices ان شاء الله غنشوفوا لا كوريكسيون ديالهم، ماشي غنشوفوا لا كوريكسيون، غنشوفوا التصحيح ونشوفوا كيفاش نفهموا هاد الدرس اللي هو لي زاتوم اي لي زيون من خلال هاد لي زيكزارسيس، وبالتالي غنكونوا فهمنا الدرس وخدمنا لي زيكزارسيس ودرنا داكشي اللي خصنا نديروه في الفيزيك باش نجيبوا نقاط ممتازه ان شاء الله في لي كونترول. قبل ما نبداو لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس، ما تنساوش تابوناو فلاشين، تابوناو فلاشين باش يوصلكم داكشي اللي خصكم تحتاجو باش تميزو ان شاء الله في الفيزيك. وما تنساوش تخليو واحد الكومونتير تعبروا فيه على هاد لا ميثود ديال الشرح، واش عجبكم، واش كتفهموا، واش ما كتفهموش، ثم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ونبداو على بركه الله. دونك الدرس الثاني هو les atomes yak et les ions يعني الذرات والايونات. كومبليتي لي فراز اون اوتيليزون لي مو، اتميم هاد الفراغات دائما باستعمال هاد الكلمات هادي. ان اتوم اي كونستيتي دان بورت دي، دونك ملي نشوف بوزيتيف نعرف راها لو نوي. دونك ان اتوم اي كونستيتي دان le noyau porte des charges. يعني تحمل شحن. Voilà. Le noyau. Et voilà les charges. Porte des charges positives autour duquel des électrons. يعني les électrons qui doivent être là. Un note. Porte des charges négatives. Porte des charge négative. Donc positive autour de qui des électrons portent des charges négatives. Donc nous donnons gravite, yani تدورو حول النواة، و غرافيتي يعني كينجذبو حول النواة. دون زان اتوم إليا اوتون دي شارج، يعني في واحد الذرة تيكون لا شارج يعني العدد ديال لي شارج بوزيتيف كو دو شارج نيجاتيف، يعني كيكون كيساوي العدد ديال لي شارج positif que comme ça ou l'adresse de charge négatif. L'atome est en fait le même qui qu'on maintenant l'atome qui qu'on l'adresse de nombre positif ou bien les charges positives qui c'est le nombre de charges négatives, c'est nous voulons un l'atome électriquement neutre. Électriquement neutre et un mohaïda كهربائي. N correspond à un ou un groupe d'atomes ayant. Donc, un ion correspond à un atome ou un groupe d'atomes ayant perdu un électron perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. دونك الايون هو واحد الاتوم او واحد لونسومبل ديال لي زاتوم اللي فقدات او ربحات واحد او عده الكترونات. هذا المعنى لا الكتريك دون اون سوليسيون اكوز اي دو ا لا بريزونس دو. دونك غتكون هنا لا كونديكسيون، يعني الموصليه لا كونديكسيون لا كونديكسيون
الموصلية الكهربائية لا كونديكسيون الكتريك دون اون سوليسيون اكوز، يعني في واحد الماء، واحد المحلول المائي. الا مثلا درت واحد الخيط ديال الكهرباء هنا ودرت الاصبع ديالي هنا، غادي يضربني الكهرباء ياك. دونك شنو السبب ان هذا راه موصل كهربائي؟ هذا هو المعنى. الكتريك دون سوليسيون اكو اي دو ا لا بريزونس، يعني الحركه انتقال الكهرباء من السلك للاصبع راه السبب ديالو شنو هو؟ هو لا بريزونس ديال لي زيون ديال الايونات. هكا كنا جاوبنا ديمونسيون دون او بيان دان اتوم، يعني الحجم او الابعاد ديال الاتوم، يعني الاتوم القد ديالها. سي كلير choisis la ou les bonnes réponses pour trouver le réponse correct. Le diamètre d'un atome est de l'ordre de dixième de nanomètre. يعني ان diamètre اللي هو القطر ديال الذره، هذا ديال الذره مثلا، هذا هو القطر ديالها. سي كلير القطر هو داك المستقيم اللي كيمر من المركز كيجمع طرفي الكره او الدائره. دونك الديامتر ديالها قال لك اسيدي راه تقريبا في لوردر ديال ديزيام، يعني 10 أس ناقص 9 نانو متر، يعني واحد القيمة صغيرة بزاف. دونك سي فغي، دونك صحيحة. لو ديامتر دان اتوم اي دو لوردر دو ميكرو، يعني قال لك بالميكرو متر اللي هي 10 أس ناقص 6، خطأ، اللي هو 10 أس ناقص 9. دونك هادي خطأ، لأن هاد القيمة كبيرة. لو نويو دان اتوم اي 1000 فوا بلو بوتي كو لاطوم، يعني ان لو نوايو اللي كاين الوسط في لاطوم هنا قال لك صغيره 100 مره فقط. خطا، بل هي اصغر اكثر من ذلك. هذا هو الجواب الصحيح، صغيره 100000 مره. دونك لو نوايو اللي كاين الوسط صغيره من الحجم ديال لاطوم 100000 مره. لو ديامتر ديال لاطوم بو اتر ديامتر ديال لاطوم، حنا شفنا انه في لوردر ديال 10 اكسبوزون مون 9، قال لك واش غيكون بالنانومتر ولا يكون بالسنتيمتر ولا يكون 2.5 نانومتر ولا مليمتر ولا 10 اكسبوزون موان 7 متر. شكون اللي صحيح؟ دونك اللي صحاح هذه صحيحه، ممكن يكون بهذه القيمه هذه وممكن يكون بهذه القيمه، لكن القيم الاخرى كبيره بزاف. سي كلير ميمكنش يكون كذا. تري بيان، لا كيستيون 3 كاركترستيك d'un atome, يعني مميزات ديال الذره. répondre par vrai ou faux. L'atome est constitué d'un noyau chargé électricité positif. يعني l'atome fait un noyau avec une charge positive. Vrai. صحيح. Le numéro atomique Z dessine le nombre de charges négatives d'un atome. صحيح. هذا صحيح. Now le nombre Z qui يعني العدد ديال الالكترونات في واحد الاتوم. Le cortège électronique est un espace essentiel vide autour du noyau. Vrai, nous avons l'atome, nous avons le noyau et nous avons les électrons qui sont dans le noyau. C'est ce que le cortège électronique. Nous avons les électrons qui sont dans le noyau. Nous avons le noyau. C'est clair? Très bien. Le numéro atomique de l'oxygène Z هو 8. L'ion d'oxygène comporte 6 électrons. Donc le numéro atomique ديالو يعني هو كان عنده هذا الاكسجين كان عنده 8 الكترون، لكن الايون ديال الاكسجين كومبورت يكون هو O دو بلس. فري، قبل ما نجاوب على اللي قبل منا، لا ماس بوسيد اون ستركتور لا كونور، لاتوم بوسيد اون ستركتور لا كونور. دونك سي فري، حتى هذه اللي شرحنا قبيله سي فري. دونك ليون بوسيد 6، ليون سوفر لي كونور، يعني بصحناش يعني فارغه تقريبا، فارغ يعني كما قلنا ان هذا الفراغ بحال كاين فراغ هنا، لان الالكترون صغير بزاف تيبانش، واخا كيدور ما تيبانش صغير بزاف كانه كاين فراغ. ليون دو سوفر اس دو موان بوسيد 18 الكترون. Le numéro atomique Z de soufre est 18. Donc, il y a des choses. L'ion a un rabih jouge, 18. Donc, l'atome a 16.
انا ربح جوج يولي عنده 18، ما يمكنش يكون هو عنده ربح جوج ويبقى 18. سي كلار؟ Très bien. Atom et ion. Répondre par vrai ou faux. Il existe des atomes électriquement positifs. Il y a toujours des atomes qui ont un choix de mouvement plus grand que le salive. D'ailleurs, le nombre de choix de mouvement est le choix de salive. Tous les électrons sont identiques. الذرات مختلفة، عندنا لو فير لو كويفر الكربون الاكسجين، لكن الالكترونات هي نفسها متشابهة. لو نوايو ا لو ميم ديامتر كو لاتوم. خطأ، شفنا ان ديامتر ديال لاتوم صغير 100,000 مرة، عفوا ديال لو نوايو صغير 100,000 مرة من لاتوم. تو لي زيون سون مونو اتوميك. واش كاع لي زيون نجو على ذرة واحدة او نجو على واحد المجموعة ديال الذرات؟ كاينة ايونات اللي كنجونا على ذره واحده، وكاينه ايونات اللي كنجو على مجموعه من الذرات. دونك هذا خطأ، لان قال لك كاع الايونات ناتجين على ذره واحده. لا فورميل دو ليون هيدروجين هيدروكربونات اي هيدرو لا فورميل دو ليون هيدروجينو كربونات اي اش سي او 3 دو موان. دونك سي فري. تري بيان. Donc, à quoi qu'on l'a, c'est l'un des exercices de la page 44. Voilà. Très bien. Donc, deux autres. Les exercices de la page 45. المهم راه ممكن تكون عندكم نتوما في يعني في باج واحده اخرى، لان هذا لونيفير فيه بزاف لي فيرسيون. المهم ان ليكزارسيس غتلقاهم لا ميم. سي كلار. لو فير ايت ان ميتال، الحديد واحد الميتال. سون اتوم بو بيردغ دوز الكترون، يعني الذره ديالو ممكن تفقد جوج، يمشيو لها جوج لي زيلكترون. عقلوا معايا على هذه العباره، ممكن يمشيو لها جوج لي زيلكترون. سو ترانسفورم ا ليون فير دو، كتحول واحد ايون اللي سميتو فير دو، سميتو الحديد الثاني. اونكور ابلي ايون فيرو، هذا كيتسمى كنسميوه كذلك ايون فيرو، يعني ايون الحديد. ان ليف اكومي اون ايرور، يعني واحد التلميذ كان تيخدم هو الثمانية ولكن دار واحد الخطا او بلو ولا اكثر، دار خطا او اكثر من خطا. كومبليتون لي كاز دو تابلو سي دو سو كونسيرنون لو سامبول دو ليون اوبتوني لو نومبر، يعني ان الاخطاء اللي دار في الطابلو هو تيعمرو، انه دار اخطاء كتعلق بالرمز ديال الايون، ودار اخطاء كتعلق بالعدد ديال لي زيلكترون، ودار خطا بالنسبه للعدد ديال لي شارج لا شارج ديال لونوي. دونك حنا خصنا نصحو النيميرو اتوميك ديال زيد دو فير هو 26، يعني الذره عندها 26 الكترون. شحال قلنا حنا فقدات؟ فقدات جوج، مشاو لها جوج لي زيلكترون. دونك شحال بقى عندها من الكترون؟ بقى عندها 24، بقى عندها 24. ولا بغينا ندير لو سامبول، قلنا ديما تنكتبو الرمز ديال الذرة اللي هو اف او في هاد الحالة. شحال فقدت جوج؟ اذا عندنا جوج بلوس. دونك نشوفو واش الجواب صحيح. دونك لو سامبول ديال ليون عطاه صحيح، مزيان. لو نومبر ديليكترون دو ليون، قال لك ان الايون هو كان عنده 26 وفقد جوج، مشاو ليه جوج، شحال بقى عنده؟ 24. هو خطا زادهم، دونك هادي خطا، سيكسب 24. شارج دو نوايو، لا شارج ديال لو نوايو، قلنا لو نوايو ما شونج با، ما كيفشيش لا داكشي لي شارج بلوس، كانت عندها 26 تبقى 26، دونك سي بلوس، ديما اي بلوس هو دار موان، دونك الخطا الاول، و 26 او ماشي موان 26. Moins 28, donc elle échappe. Très bien. Dans quel cas la réponse de l'élève est fausse? Hein? Corrigé. Ça fait, je vous la question. Que suis-je? Men ana. Men ana. Je possède 26 charges positives, 26 charges positives et 24
شارج نيجاتيف وعنده 24 شحنة سالبة، 26 شحنة موجبة، 24 شحنة سالبة، شكون هذا؟ دونك لا كيسيون الأول، سوي جو أن أتوم أو أن إيون؟ واش أنا أتوم ولا إيون؟ دونك لاحظوا عنده هنا 26 و 24، إذا راه إيون، لأنه لو كان أتوم خص يكون عنده هنا 26 و هنا 26، لأن لي زاتوم دائما تيكون عندهم لو ميم le même nombre des charges négatives et les charges positives. Donc la justification, c'est car les atomes ont le même nombre de charges positives et négatives. Il a identifié mon symbole parmi les. تلقى الرمز ديالي ما بين هاد الرموز اف او، حنا قلنا راه ايون، اذا ما يمكنش يكون مبقاش ضغط، اذا هذا خطا. اف او دو بلس حنا قلنا بوسيد 26 شارج بوزيتيف اي 24 شارج نيجاتيف، يعني ان لو نومبر ديال لي شارج بوزيتيف زايد بجوج على لي شارج على لي شارج نيجاتيف، دونك شكون الصحيحه زايد بجوج بلس، هذا اللي عنده لو نومبر ديال لي شارج بلس زايد بجوج، اذا هذا هو الصحيح. Voilà, c'est un cas. Très bien. L'espèce identifiée peut être obtenue à partir de l'atome de fer. Oui. Donc, oui. Préciser comment. Qui veut choisir? Donc, l'atome a 26 électrons. Je nous rêve. Elle a perdu 2 électrons au point 24 dans le manin. On doit préciser. La masse d'un atome de fer est m égale. La masse de l'atome de l'hlid est la coûte de la kamla quel nombre d'atomes de fer y a-t-il dans 150 grammes de fer? Donc, atome wahda, un atome. Un atome, je vais faire de la masse, fait 1, je vais faire 7, c'est la 3, 10 exposant moins 23, 1 gramme. C'est un atome. Atome 1. Ou 1, le nombre d'atomes qui sont calculés, un atome qui sont calculés, je vais faire 150 grammes. Il y a 150 grammes. Il y a un 9.13 ناقص 23 غرام كاين ان اتوم 56 غرام لواحد العدد كبير مقارنه مع هذا شحال غادي تكون من اتوم اذا هنا كنديروا القاعده الثلاثيه اش تقول لنا القاعده الثلاثيه تقول لنا ان نشدوا هذا العدد هذا ونضربوه في هذا ونقسموه على هذا صافي يعني نشدوا واحد ونضربوه 56 ونقسموه على ذاك العدد اللي هو 9 3 10 ناقص 23 اعتقد على حاسبه ودير 56 مقسومه 56 مقسومه على 9 56 مقسومه على 9 3 3 وهذا العدد هذا نطلعو الفوق وتغير لي ليكسبوزون تولي هذه القيمه اللي تخرج لك هنا تضربها في 10 اس 23 غرام يعني خرجنا واحد العدد عفوا ماشي غرام انما اتوم يعني خرجنا واحد العدد كبير بزاف ديال لي زاتوم اللي كاين في 56 غرام تري بيان ندوزو لا كيسيون 7 موديل ديون اون دون لي موديل دو دو اسبيس شيميك ايونيك عندنا واحد جوج لي اسبيس شيميك ها لي اسبيس الاولى لي اسبيس الثاني لاحظتوا ان هنا احمر احمر لكن هنا نوار وهنا بلو Quelle est la formule de l'ion de modèle A, sachant qu'il de charge 2 moins. L'ion A, on a la formule chimique d'ion. C'est clair. Il y a un autre qui ajoute les électrons. D'abord, je vais vous donner un atome. Il y a trois rouges. Et le rouge, nous savons que c'est l'oxygène. Donc, il y a trois atomes rouges. Je vais vous donner le carbone C. هذه هي لا فورمي شيميك ديال
وقال لك انه رابح جوج لي زيليكترون دونك غتكون عنده دو دو موان سي او 3 دو دو موان. دونك هذه هي لا فورمول الشيميك ديال هذا اللي هو ا. حنا جاوبنا على هذا الكيس ونعطيو لا فورمول ديال هذا لانهم غيجي يسولوا على علم طبيعه الحال. دونك هذا شحال ديال الاكسجين عنده؟ 3 نفس الشيء، عنده 3 حمرين وعنده هنا زرق. دونك الزرق هو الازوت دونك ان او 3 ديال لا فورمول الشيميك ديالو. Quelle est la formule de l'ion de modèle B, sachant qu'il est de charge moins? Et donc, d'abord, je vais jouer là. Je vais mettre la formule de l'ion N, NO3. On a dit qu'il y a une charge moins, donc il y a moins 1. Et on a NO3 moins. Quel renseignement donne la formule de chacun de ces ions? Et donc, je ne manque une synthèse, mais je vais dire que la formule chimique des deux les ions. Quand tu as la formule chimique, ou je ne manque une charge de la formule chimique. Tenez, déjà que ça tient à la formation sur le nombre de les atomes qui n'a dit chaque espèce et de chaque type de les atomes. Donc, tu as besoin de mélomètre. La question 7.4, écrire la formule correspondant à l'ion ammonium de charge globale plus E. Donc, écrire la formule correspond à l'ion de la ou bien ammonium. C'est clair? Donc, l'ion dit ion. Ammonium, tu vas sur l'internet, tu vas attaquer la charge de l'eau. Moi, j'ai un ion ammonium, tu vas attaquer la charge de l'eau. Très bien. La question 7.5. Parmi les ions polyatomiques, il y a les ions qui sont dédiés de rats, retrouvez l'ion permanent de formule MnO4- c'est clair et l'ion déchromate de formule Cr2O7-. Donc parmi les ions polyatomiques on trouve les permanganates de formule MnO4- et l'ion. Donc je vous les questions. La question 5751, pourquoi parle-t-on d'ions polyatomiques? علاش هنا قلنا ايون بولي اتوميك وما قلناش ايون مونو اتوميك؟ كار شاك ايون هاد الايون هذا وهذا اي كونستيتيي بار بليزيور اتوم كونستيتيي كار شاك ايون اي كونستيتيي بار بليزيور اتوم لان كل ايون كيتكون من عدة ذرات. مثلا هذا كيتكون من ذرات المغنيسيوم و الاكسجين وهذا كيتكون من ذرات الكروم اللي هو سي ار وكيتكون من ذرات الاكسجين. سي كلير كيل سينيفي لي شيفر 4 اي 7 دون سي دو زيون؟ اش كتعني 7 و 4؟ 7 4 كتعني 4 اتوم دوكسجين. سي كلير و 7 اللي كاينه في هذا الايون الثاني تعني هي 7 اتوم دوكسجين. كيلي لا شارج الكتريك دو سي دو زيون؟ شحال هي لا شارج الكتريك ديال لي دو زيون هذا؟ دونك لا شارج ديال الاول اللي هي ام ان او 4 موان لا شارج ديالو هي موان او، ولا شارج ديال الثاني اللي هو سي ار او 7 سي ار 2 او 7 دو موان هي موان 2 او دي او. باش عرفت انا موان او اللي عنده سين وحده نيجاتيف، ديما ملي كتكون نيجاتيف لا شارج راها نيجاتيف واحد موان او، هنا عندي جوج راهي موان 2 او ان سي دو سويت. كانت
3 عندك 3 موان راه هي موان 3 او تبقى غادي هكا. كانت بلس نفس الشيء كنتصوروا انها بلس مثلا عندكم لا شارج هي بلس او، كانت 2 بلس غتكون هي 2 بلس بلس 2 او وهكا. سي كلار اسبيس شيميك ايونيك. دونك دابا عندنا العناصر الكيميائيه الايونيه. On considère les trois espèces chimiques ioniques cuivre, cuivre, le fer, chlore. Complétez le tableau. Donc, un numéro atomique de droite, Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de charges positives et négatives de droite. 29, 17, 26. Le cuivre, c'est le plus, c'est le moins. Maintenant, le nombre, je pense, le nombre des électrons de l'ion. Il y a un adad d'électrons de l'ion. On va dire de l'ion. De l'ion. Et donc, le nombre des électrons. Donc, il y a un adad d'un adad sur le chien. On a un phare de juge, donc, à vous le dire. 27 هنا 17 ورابح 1 دونك هي 18. هنا كانت عندو 26 وفقد 2 دونك هي 24. سي كلير 24. Ensuite charge du noyau. La charge ديال النوايو هنا طلع منها لا شارج ديال النوايو ديال من ديال الايون دو ليون. دونك لا شارج ديال ليون ديما تناخدها من هنا زائد جوج او هنا ناقص ناقص واحد او اللي هي ناقص او هنا زائد جوج او ديما لا شارج ديال الايون كناخدها من هنا بلا ما نحسب. سي كلار سي زيسبيس ايونيك سون اوبتوني ا بارتير داتوم كيل كيلي لو نومبر ديليكترون كابي او بيردو بار سي اتوم. دونك هادي شحال واش الى كابتي واش ربحات ولا فقدات دونك ولا الى فقدات شحال فقدات. دونك هادي شحال فقدات الى هادي الاولى اللي هي لو فير بيردو دو شارج دو شارج دو شارج نيجاتيف مشاو لها جوج جوج لي شارج نيجاتيف. وهادي شنو دار هادي هادي ربحات الى كابتي كلور الى كابتي ان الكترون سي كلير. وهذه نفس الشيء الى بيردي دو شارج موان يعني دوز الكترون. دونك بالنسبه لو فير لو فير لاطوم ديال لو فير ولاطوم ديال الكلور بجوجهم فقدوا بيردي دوز الكترون. اما الكلور الكلور سي ال موان هذا عفوا الفلور هنا ماشي الكلور الفلور الكلور الكلور سي ال ماشي سي ال موان سي ال سي ال الا غاني ان الكترون سي كرير اكرير لو بيلون دو شارج بور شاكان دي زيون. طلب منا هنا نكتبو البيلون ديال لي شارج ديال لي زيون سي كلير. معنى لو بيلون مثلا حنا لجينا لو كويفر ايون ديال لو كويفر ياك نحسبوا ليه لا شارج كي ديال الايون شنو غتساوي غتساوي لا شارج ديال النوايو ديالو زائد لا شارج ديال لي زيليكترون. دونك لا شارج ديال النوايو تيبقى هو 29 او لان النوايو ما شونج با زائد مع الناقص ديال لا شارج ديال الالكترون هي ناقص 27 دونك 29 ناقص 27 هي زائد جوج دونك هذا هو البينو. قبيلات حنا كتبنا لا شارج مباشرة هنا لكن دابا هو طلب مني الحساب. إذا نفس العملية هنا غادي نعاودها مع هذا سي كلاف خصني نلقى هذا العدد هذا اللي هنا. تخي بيان لي سوليسيون اكوز دو سولفات دو كويفر اي دو كلورور دو فير دو سون كونديكتريس du courant électrique. Il y a les deux solutions. Chlorure de fer 2 ou sulfate
de cuivre. À quoi dû on va les kengeline en ce sont des conducteurs qui dosent l'électricité. Moi, le mahalil, maïa, ou les gens qui dosent l'électricité. À quoi dû cette condition? Comment peut-on la mettre en évidence? Regarde ce qu'il dit. Là, on a qu'une aide de mahalil maïa. Yak, mazien. دونك حنا قلنا عندنا محلول محلول مائي مزيان قلنا عندنا محلول مائي المحلول الاول شنو فيه فيه السلفات دو كويفر ملي كنقول السلفات دو كويفر يعني راه فيه الايون ديال لو كويفر اللي هو المحلول هذا فيه الايون ديال الكويفر سي او دو بلس يعني فيه هذاك سي او دو بلس وقال لنا انه كونديكتور شكون هو العنصر المسؤول على لا كونديكتيفيتي ديال لو كورون الكتريك دونك هو سي او دو سي او دو بلس سي كلا تري بيان لا ميم شوز في لا سوليسيون الثاني عندنا فيه اف او دو بلس شكون الايون المسؤول على لا كونديكتيفيتي الكتريك في هذه لا سوليسيون الثاني اللي هو chlorure de fer 2 et d'un hoa ayant dit le fer. Faire le schéma de montage qui permet de mettre en évidence la conduction de ces solutions. Et d'un hoa de fer 2, pour lequel il y a un schéma, les moukins de bigilina en a un tikal karaba. Et d'un nardo, le fil électrique en a, on dit le fil d'achor en a, c'est clair, on dit le générateur en a. Plus, moins, on dit la lampe, c'est clair, la lampe, on peut mettre la lampe, indiquer sur ce schéma le sens. Le sens, on peut mettre la borne plus vers la borne moins. Donc, peut-être qu'on s'aligne les exercices de l'autre. Très bien.